تأتي أهمية مشاركة الجمارك السعودية في هذا المؤتمر لعدد من الاعتبارات، يأتي في مقدمتها أولاً الاستفادة من الخبرات والأدوات المستخدمة في معظم الدول، وكما علمنا أن هناك أكثر من 60 بلد مشارك في هذا المؤتمر، وكل بلد له تجربة ناجحة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. فحضور مجرد حضور المؤتمر والاستفادة من هذه الخبرات وأيضا تقديم تجربة الجمارك السعودية، كل ذلك يجعل من عملية تبادل المعلومات بين هذا الجمع مهم جدا في تطوير آليات وأدوات مكافحة الغش التجاري والتقليد. والنقطة الثانية المهمة أيضا أنه الجمارك السعودية لديها مؤتمر قادم بإذن الله تنظمه للمرة الثالثة في 3/3/2013، وبالتالي فهي فرصة أيضا للوقوف على أحدث إدارات المنتدى وتبادل أيضا والتسويق والترويج للمؤتمر القادم بإذن الله. واقع جرائم الملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط هو واقع أيضا مماثل لبقية الأقاليم في معظم الدول، لأن جريمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية هي جريمة عالمية، وجميع الدول والمجتمعات تعاني من هذه المشكلة، ولعلها أيضا في الشرق الأوسط ربما تكون أيضا منتشرة بسبب أولا أن الشرق الأوسط يأتي في قلب دول العالم، أيضا هو منطقة لتحويل وتبادل ونقل البضائع بين مختلف دول العالم، وبالتالي يكون التقليد له يمكن أكبر من غيره. جهود منظمة الانتربول في محاربة ومكافحة جرائم الملكية الفكرية جهود ملموسة، فكما شاهدنا وسمعنا أنه عقد الانتربول العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، وهذه ربما أيضا تشهد على هذه الجهود وقدرة الانتربول على جمع 60 دولة في مكان واحد وتبادل الخبرات لمدة 3 أيام، بلا شك هو تتويج لهذه الجهود، وهي عملية ممنهجة ومنظمة لتطوير آليات مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. الاستراتيجية القادمة للجمارك السعودية في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية قائمة على عدد من المحاور. هناك أدوات واستراتيجية مطبقة، وهناك أيضا تطوير لهذه الاستراتيجية وفقا لما يتضح من سواء طرق الغش والتقليد أو الأدوات لمكافحة هذه الجرائم. وبلا شك أنه اليوم من خلال هذا المؤتمر ومعرفتنا لدور الانتربول في أيضا سعيه لمكافحة هذه الجرائم، هذا بلا شك سيجعلنا أيضا نحاول تعزيز التعاون مع هذه المنظمة لمكافحة جرائم الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأيضا من خلال ما سمعنا في بعض ما دار في هذا المنتدى، بلا شك سوف نوظف بعض الأدوات الناجعة لمكافحة الغش التجاري والتقليد لأيضا الاستفادة منها وتطبيقها في الجمارك السعودية، استكمالا للجهود الضخمة التي تبذلها الجمارك السعودية. الجهود التي تقوم بها هذه الإدارة المتخصصة في منظمة الانتربول بلا شك لمسناها في هذا المنتدى، جهود مبذولة لأولا جمع المعلومات وتوزيع هذه المعلومات والتشارك في هذه المعلومات سواء بين القطاعات والجهات الحكومية أو أيضا مع الجهات الخاصة، وعملية هذا تبادل المعلومات هذه بلا شك ستكون ثمرتها بإذن الله هي الحد من القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبلا شك هذا أيضا الجهود واضحة جدا من هذه الإدارة. في ختام هذا اللقاء أود حقيقة التقدم بالشكر الجزيل لمنظمي هذا المنتدى وعلى رأسهم منظمة الانتربول وأيضا الجهات المختصة في بنما، وبلا شك أنه استفدنا كثيرا من حضورنا في هذا اللقاء، وبإذن الله ستكتمل الفوائد في المؤتمرات القادمة والتي بإذن الله سنحاول المشاركة فيها.